متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس حار في شمال المملكة، أيضا زخات رعدية من الأمطار في شمال المملكة، تحديدا منطقة تبوك وأيضا منطقة المدينة المنورة، سنتحدث في التفاصيل خلال هذه النشرة، وأيضا استقرار على الطقس في جنوب غرب البلاد خلال النصف الأول من هذا الأسبوع. قبل أن نخوض في تفاصيل هذه النشرة، لا بأس أن نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم خلال ساعات الصباح ناتجة عن تمركز لمرتفع جوي علوي في عموم منطقة الجزيرة العربية يمنع تشكل أي غيوم في تلك المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من أي فرصة لهطول زخات الأمطار، باستثناء بعض الأمطار الخفيفة والمحلية والعشوائية في منطقة تبوك وهذه منطقة المدينة المنورة، هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثر تلك المناطق بكتلة هوائية شديدة الحرارة. فرص الأمطار قد تمتد بشكل محدود نحو غرب منطقة الجوف وأيضا غرب منطقة حائل خلال أيام الأسبوع الحالي، وتحديدا خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي. أنتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ استمرار تأثر أو سيطرة لكتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية وأيضا شمال المملكة. تعمل هذه الكتلة على ارتفاع على درجات الحرارة، درجات حرارة تكون أربعينية في شمال المملكة طيلة الأسبوع الحالي، تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، لكن درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، الجنوبية، الجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الغربية وسواحل البحر الأحمر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يزول الطقس صافي مع 28 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 39 درجة مئوية مع طقس صافي، أما الصغرى 28، يوم الثلاثاء 40 إلى 28، أما يوم الأربعاء 41 عفوا إلى 27 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.